لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وإياكم من النار ومن غضب الجبار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فإنها وصية رب العالمين للأولين والآخرين، لنا ولمن قبلنا، إذ يقول رب العزة جل جلاله وعم نواله وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، يقول ربنا جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآيات في هذا الباب والأحاديث أيضا كثيرة جدا. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. يقول الفيلسوف الشهير أرسطو: التعليم أفضل مؤونة للشيخوخة. كلام عميق جدا. التعليم أفضل مؤونة للشيخوخة. ويقول الداعي الإسلامي ذو الأصول الإفريقية والذي عاش في أمريكا وترعرع هناك، مالكوم إكس: التعليم، كلام جميل جدا، التعليم هو جواز السفر إلى المستقبل. بناء على هذا الذي ذكرنا، نقتبس موضوعا نعنون به هذه الخطبة: صناعة الأجيال القادمة. عنوان عظيم يحتاج إلى سلسلة. لا يمكن أن تصنع أجيالا بخطبة واحدة أو بكتاب واحد أو بمحاضرة واحدة. صناعة الأجيال بماذا تصنع ومن يصنعها؟ إذا هو عنوان عريض مع سؤالين. تصنع الأجيال، اختصار، تصنع الأجيال بالعلم والتربية، تربية بما فيها الأخلاق وغير ذلك، فلسفيا ودينيا وغير ذلك. العلم بلا أخلاق يؤدي إلى كارثة. العلم بلا تربية يؤدي إلى طامة كبرى. إذا لا بد منهما. الجيل الذي لا يتعلم ولا يتربى أو لا يجمع ما بين العلم والتربية هو جيل يسهل استعباده. إذا نحن أمام جيل يكاد يودع العصر الراهن، وأمام جيل هو في الطريق الآن، وفي انتظار جيل سيشرق على هذه الأمة، إما أن يأخذها إلى القمم العالية أو أن يمشي معها إلى أسفل ساكنين. إذا المعلم الذي يعلم ولا يربي سيكون ضره أقرب من نفعه بناء على هذا الكلام، بمعنى أنه سيضر أكثر مما ينفع. إذا هذا هو السؤال المختصر، الجواب عنه باختصار شديد: العلم والتربية. هل بهما فعلا يمكن أن نصنع أمة أو أن نعيد بناء الأمة بناء على صناعة الجيل القادم؟ صناعة الجيل القادم يعني صناعة الأمة، وصناعة الأمة تعني صناعة المستقبل. صناعة مستقبلنا بماذا؟ بالريادة، بالعلم، بكل شيء. أما آل لنا أن نرقى بأمتنا
ونقارن بتلكم الأمم. لماذا؟ من الذي يصعب عليه القول بلا؟ نقول نعم، أمتنا كانت، وما دام أنها كانت بإمكانها أن تعود. إذا ما هو الأصعب؟ أن تخلق إنسانا أو أن تعيد خلقه من جديد؟ الأصعب هو البداية، الأصعب هو أن تكون الأمة، أن تثبت كينونتها. ولكن قرون خلت أمتنا في غيابة الجنود. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتبس فيه علما سلك الله له به أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل هذا الحديث يمكن أن نقف عليه كنص يخاطبنا بما بعد الموت، أي بالجنة؟ من سلك طريقا هنا وابتغى به إرادة الله عز وجل وابتغى به القصد يعني إصلاح الأمة، يجازيه الله عز وجل بذلك الجنة في الآخرة فقط، وفي الدنيا لا يجازيه. لا، إذا النصوص الوحي هي صالحة لكل زمان ومكان، يمكن تنزيلها على أي مكان، لكن بشروط وقواعد وضوابط. إذا من سلك طريقا ابتغاء التعلم والتعليم والتربية سلك الله له بطريقة إلى الجنة، أي كل ما يسعد هذه الأمة. لو أننا ارتقينا بالعلم وبالمعرفة وبالأخلاق وبالأدب يمكننا أن نكون أمة تعيش الجنة في الدنيا. لماذا تلكم الأمم الأخرى التي عاشت عن طريق العلم تحصل على جنتها في الدنيا؟ بإمكاننا ذلك، لكن وفق هذين المبدأين: التعليم والتربية. وهنا كما قال مالكوم إكس، التعليم جواز السفر إلى المستقبل. تريد أن ترى مستقبل الأمة بعد سنوات، انظر إلى حالها مع التعليم. إذا تصنع الأجيال القادمة وتصنع الأمة ويصنع مستقبلها وفق هذين. إذا من الذي يمكن أن يصنع هذه الأجيال؟ هذا سؤال آخر. لطالما بكينا على الأطفال، كل واحد حينما تسأله عن هذا الجيل القادم يبكي بدموع منهمرة ويقول لك: لقد أنفقت على أولادي ما أنفقت وعلى أحفادي ما أنفقت، ولكنني أراهم إلى الهاوية دائما. يبكي. لماذا؟ ما هو السبب؟ ألا ننفق أموالا طائلة على أولادنا وعلى أحفادنا؟ فلماذا لا نرى تغييرا؟ لأننا باختصار شديد، لأننا نرى ونحمل المسؤولية ونكلف المدرسة فقط. يقول لك المدرسة هي التي تتحمل المسؤولية، كلنا نقولها، لكن هل المدرسة وحدها هي من تصنع هذه الأجيال؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. قل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. وهذا ما رأيناه، علم بنى أمما لا عماد لها، ولكن أمتنا بالجهل هدمت أركانها. أصبحنا دائما نحب الجهل ونكره العلم. بالله عليكم، أما سألنا أنفسنا سؤالا عريضا وهو: لماذا حينما نأخذ أولادنا إلى المدرسة تراهم وكأنهم ينظرون إلى السجن، وتراهم وكأنهم ينظرون إلى الموت بأعينهم، وكأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ لماذا؟ سترون السؤال بسيط جدا، ولكن لو تأملناه جيدا لوجدنا أنه هو الذي يكون لنا أركان الجواب عن هذا السؤال. باختصار شديد، لأننا حملنا المسؤولية للمدرسة وأردنا أن نأخذ أبناءنا إلى المدرسة ظنا منا أننا حينما نتكفل ونتكلف بشراء الملابس وبشراء الكتب والأقلام
والأدوات وأخذهم إلى المدرسة عن طريق السيارة وعن طريق السائق، ولا نراهم في الصباح إلا وهم نيام، نقبل جبينهم ونذهب إلى العمل، ونعود مساء متأخرين نقبل ناصيتهم وهم نيام، وقليلا ما نراهم في اليقظة حتى إذا ما رأينا سلمنا عليه وأكلنا معه أكلة خفيفة وقلنا له اذهب لتنام فغدا ستذهب باكرا إلى المدرسة. هذا الذي يحتاجه الأبناء؟ لا، لا أبدا. حينما نأخذهم إلى المدرسة علينا أن نمهدهم، فالمدرسة ليست وحدها من تبني الأجيال، هناك الأسرة بالدرجة الأولى وهناك المجتمع ثم المدرسة. المجتمع قديما لو ترون قبل السنة العاشرة بعد الألفين أو قبل الألفين يقينا الكل يربي في الشارع، الابن حينما يعمل خطأ يربيه المجتمع، يقول لا تفعل هذا، بل يأخذه ويذهب به إلى أبيه، والأب أيضا يتقبل هذا بروح رياضية، يقول فعلا هذا الرجل أراد لابنه الخير، الآن افعلها وسترى ما ترى. الابن الذي إذا رأيت منه سلوكا غير قوي ونصحته بأدب يقول لك من أنت؟ ما بالك بالمعلم؟ كيف سيتكلم مع هذا الابن الذي ربما إن سبه التلميذ وأعاد إليه ونصحه يذهب الآباء إلى الأستاذ يقومون بمظاهرة، لماذا تفعل مع أبنائنا هكذا؟ بل لم يتحرروا السبب أصلا. انظروا معي إلى أم الإمام مالك رضي الله عنه، رضي الله عنهما، حينما أرادت أن ترسله إلى شيخه ربيعة ليتعلم، وهو طفل صغير، تعلمه وتلبسه أحسن الثياب جيد، وتطيبه وتقول له الآن اذهب إلى شيخك ربيعة وتعلم منه الأدب قبل العلم. وابن الجوزي يقول يكاد يكون الأدب ثلثي العلم. وهنا ترون معي على أنني قد بدأت أدخل في الجواب حول لماذا أبناؤنا لا يحبون المدرسة، لأنهم يرونها عالما مختلفا عن العالم الذي يعيشون فيه. نحن لا ننصحهم، لا نربيهم، لا نتعامل، لا نتحاور معهم، نتركهم خلاص، لا يهمنا. تريد المال خذ المال، تريد هذا تريد خذ، هذه الحياة. إذا هو الابن يذهب إلى عالم مختلف، المدرسة ماذا تفعل؟ تربي، تنصحه، تقول له لا تفعل، لا تسب، اقرأ، هذه هي الأشياء التي تفعلها المدرسة. لو كان يسمعها في البيت وفي المجتمع لعلم أن هذا الأمر أمر مقبول عنده، بل لذهب إلى المدرسة بصدر رحيم ولا تقبل الأمر. ترون معي يعني الكلام منطقي. اجعلوا المدرسة في بيوتكم وفي شارعكم وفي المجتمع. هؤلاء أولاد هم مصابيح الأمة. ترون معي أم الإمام مالك كيف فعلت؟ وأنتم تذكرون معي قولة شهيرة عند المغاربة كانوا يقولون حينما يأخذ ابنه إلى الفقيه بالدرجة الأولى إلى المعلم يقول له أنت اذبح وأنا أقوم بعملية السلخ. ليس معناه أنني أحرك على ضرب الأبناء، لا، لأن الكلام عميق هنا. يعني يقول يرى الابن انه امام ان يقرا وان يتعلم، لان الاب يريد له ذلك عن قناعه، حتى المعلم كان يضربه عن حب، بل يقسو عليه عن حب. من لم يتذوق مر العلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته. لابد من معاناه قليلا. اجلس مع ابنائك قليلا، علم، انصح، وهكذا. اذا دور المجتمع ودور الأسرة ودور كل شيء، كل هؤلاء والمدرسة. ولا تنسوا أن تأخذوا أبناءكم إلى المساجد. ربما قد يكون ما زال صغير السن، قد تقول بأنه لن يفهم شيئا، خذ. ففي المساجد يصنع الرجال، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. جنب الدين لا بد منه. لذلك أحبتي خلاصة القول، إذا نحن قدمنا لأجيالنا أسرة ومجتمع ومدرسة
إذا نحن قدمنا لهم ما يقتل أدبهم وأخلاقهم وتربيتهم، أنا أصدر على الكلام، ما يقتل أخلاقهم وأدبهم وتربيتهم ويغتال لغتهم ودينهم وثقافتهم وتراثهم، سنصنع عصرا جاهليا جديدا لا يؤمن أصحابه الذين هم أجيالنا القادمة، لا يؤمنون إلا بالجهل والاستعباد. خلاص لن تكون لهم القيادة، أقسم لكم بالله لن تكون لهذه الأمة القيادة إلا وفق هذا. أن نعنى بالعلم وبالتربية وبالأخلاق؟ أنتم تعلمون قول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم، ذهبوا حياؤهم، أدبهم، كل شيء. حاولوا أن تعنوا بأبنائكم جيدا، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. مسؤوليتك لا تكمن في المال فقط لأولادك، وإنما في التربية أيضا. نسأل الله تعالى أن يقبل منا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفق هذا الجيل القادم ليحمل المشعل وليقود هذه الأمة حتى يرقى بها بين مصافي الأمم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم من له الحق علينا، وارحم بفضلك يا رب جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر ملك المغرب محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع براية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه في كافة أسرته الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.